الأبطال من أستاذ محمود. ألو، ازيك يا مدام دعاء؟ أهلا وسهلا. أيوة يا مدام دعاء، أهلا بحضرتك يا أستاذ ازي محمود. حضرتك؟ سلمي على الشيخ رمضان الراجل المحترم ده. عليه هو راجل محترم. الله يسلم حضرتك. الله خير وربنا يبارك فيه إن شاء الله. يا شيخ رمضان أنا في مشكلة كانت في رمضان، واخد بال حضرتك؟ أيوة. بين ثلاثة أخوات. الثلاثة أخوات دولت فيهم واحد كان عايش مع أمه، وبعدين بعد ما ماتت راح صرف الفلوس في البنك 18,000 جنيه. فقاموا هم لما صرفوهم الراجل ده اخوهم وزع عليهم كلهم بما فيهم اختهم. فهو هم راحوا قاموا اشتكوه في القسم، فدخلوه السجن 4 ايام في 15 يوم. ليه؟ قبل حضرتك اشتكوه. ايه الشكوى؟ ايه نص الشكوى؟ نص الشكوى ان هو صرف بعد وفاة امه، ان هو صرف وهما ما خدوش فلوسهم، يعني خدوا فلوسهم واختهم اعترفت. انما هما اتهموا ان هم ان هو سرق الفلوس وما ادهالهمش، هما اتهموه بكده. ايوه طيب ماشي. ايوه صح كلامك صح، واحده بال حضرتك. فالمهم حطوه في السجن، فانا دخلت واسطه بينهم وبين بعض. قالوا احنا عايزين 25,000، لان امنا كانت حجت ودفعنا فلوس واحنا مش مصدقين ان نحججها، وعايزين الفلوس دي تاني، وعايزين 25,000 جنيه. فقلت لمراته المسجون ده هاتي يا بنتي ال 25,000 جنيه ونديه لهم. ورحنا المحكمه في مصر الجديده. واخده بال حضرتك؟ ورحنا هناك وجم الاثنين، قلت لهم ده اخوك، انت اخوه وده اخوه، وحرام عليكم في رمضان وسابلين اخوكم. فمعلش يعني خلصوا الدور ده. قالوا احنا عايزين ال 25,000، قلت لهم اتفضلوا ال 25,000. ماشي. وقالوا لما جت مراته قال لها عايزين وصل امانه كمان عليكي علشان نبقى ناخد حقنا، رغم ان هم واخدين حقهم، واحد واخد مخزن واخد، واحد واخد شقه، واللي كان مسجون واخد شقه، والمدام اختهم واخده شقه. طيب ودلوقتي جبتهم وعملنا جلسه، واحد جايب العقد ويقول ايه ده امضه اخويا، ده يمضي اخويا. يعني احنا المحامي قال لا لازم اخوك يمضي قدامنا، لان ده يتنازل لده وده يتنازل لده وده يتنازل للاثنين. طيب. وكل واحد يبقى خلاص خد حق، ما رضيش يحضره. ووصل الامانه معايا وانا مسافر السعوديه الله يرضى عليك. ماشي. لا يشككوا في ذمتي. هو انت ايه علاقتك بالليله دي بالعيله دي بقى؟ العيله دي انا ابني واخد يبقى حماه ابني. فانت دخلت يعني عشان تصلح بين الناس وبعضها. عشان اصلح، وطلعت الراجل من السجن وقلت دولت انت واخد حقك، ده انت واخد مخزنك. فانت مسافر بقى السعوديه. أنا وعايز ايه؟ الزياره. معاك وصل الامانه اللي واخدينه على الست. ايوه بالظبط كده. عايز ايه بقى؟ سؤال حضرتك ايه؟ عايز وصل الامانه ده خليه معايا، لان هي عايزاه وزوجهم عايزينه، ودي امانه ما اقدرش افرط فيها. هو من حق الشيخ رمضان ربنا يرضى عليه ويهديك. والله وصل الامانه، وصل الامانه من حق مين؟ وصل الامانه ده من حق مين؟ من حق مرات هاني. مرات الراجل. هم واخدينه عليها فكرة. هم واخدين عليها وصل امانه الاثنين، والاخوات دول نصابين ومش كويسين. خلاص رجع للست وصل الامانه ده كده ببساطه كده. ده شهاده زور. ده وصل الامانه ده يا حضرات، يعني انا بقول ان انا خدت من فلان الفلاني مبلغ وقدره. هو ده حصل؟ لا. مش من صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور؟ ده يدخل السجن. ازاي يعني يحصل كده؟ شفتوا أهمية. هو محتفظ بوصل الأمانة عشان لا دول يأذوها ولا هي تاخد، يعني عشان يتم الصلح ما بينهم. وبعدين الصبيان ما جوش. فوصل الأمانة ده يرجع للست ولا يظل طوق حول رقبتها وهي ما عملتش أي حاجة؟ حسب ما فهمنا احنا. حسب فهمنا ليه وحسب إحنا. كلامه لو هو صادق يبقى هو يرجع. حسب فهمنا احنا. عرفنا أهمية ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ان احنا نشوف اخواتي يعملوا في بعض. لا كده لا حاجه صعبه. نسال الله السلامه. يا ساتر يا رب يهدي حال ابنائنا واولادنا وبناتنا ويبقوا على قلب رجل واحد ويؤلف بينهم ويديم الالف والمحبه. امين بينهم. يا رب العالمين. نسال الله السلامه من هذه الامور يعني. شكرا جزيلا فضيله الشيخ رمضان عبد المعز.